يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو دخل المأموم مع إمامه، لو دخل المأموم مع إمامه بعد الرفع من الركوع، فهل يقرأ دعاء الاستفتاح أم يقول مباشرة ربنا ولك الحمد؟ يتابع الإمام، لا يتابع الإمام، يقول ربنا ولك الحمد، لأن هذا ما هو محل استفتاح، يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. نعم.